الموضوع ذكرته قبل كم يوم، موضوع النقصان يجيك. لاحظ اول ما جيت هنا جاني ولما يعني من ماسك كلام بدق عليه ريوس، وخر عني وخر عني وخر عني، انا اوخر هنا عند الجوال معي، لو اروح هنا ناري يعني جاي في وقت مو في وقت ركوب، قاوت في الفجر ثم اليوم بيرتاح قاوت المهر، وقت مو بوقت ركوب، وجاي والعنان جنبي والادوات جنبي وعند الباب، يعني كني بطلع في وقت مو وقت اكل، وقت طلوع طلع عقب الاكل عقب كل شيء. هذاك لاحظ يلحق ليش؟ انه عارف انه لو انحاش وش بيصير. طبعا العكس صحيح، من مع الخيل اللي تبالغ في الجيه لك مفروض تعرف انك قادر على طردها لو بغيت بسهوله. هذا صار يجي زيادة انك